قال يا أيها الذين، ما قال يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن أمر الطلاق أمر عظيم كثير، مقدس كبير، لذلك لازم يبلغ للنبي ثم هو يبلغ للرجال المسلمين. إذا طلقنا قل لهم، إذا طلقنا إذا أردتم الطلاق وعزمتم على الطلاق، وفي الإسلام الزواج الإسلامي الزوج ما بيصل للطلاق إلا بعد ما يجتاز عدة مراحل، ما بمجرد ما إنه الله بدك طعم ضيفك فوشاية وما رضي عليه الطلاق الثلاثة إلا تأكل الفوشاية. شو جاب مرتاح للفوشاية؟ شو جاب مسخر مرتك بين الرجال الأجانب؟ شو جاب تحريم زوجتك على نفسك أن لا تقربها ولا تقرب في أثر الفوشاية؟ هذا أمي ما جاهلية، والله الحيوانات لا يفعلون فعل هؤلاء الناس. هلا شفتوا قاب الغراب ما بتعرفوا يسموه بالعامية قاب، والفصحى شو يسموه؟ شفتوا قاب من أول عنقه لآخره طلق مرته أو حلف بالطلاق؟ شفتوا قاقة أو زوجة غراب حردانة من عشها؟ شفتوا قاق اتعدى على قاقة ضربها أو سبها؟ شوف حياتهم من أحلى ما يكون، العصفور مع العصفورة، ذكر الحمام مع الحمامة، الشحرور مع الشحرورة.